الشخصية، فهل تخوفها في مكانه؟ وهل من السهل حماية أنفسنا من مساوئ الشهرة؟ سعدي مساء الخير. مساء الخير. الخبر بيحكي عن الدراسة اللي عملتها الصحيفة البريطانية، وقالت انه واحدة من كل 7 نساء بيشتغلوا بيتعمدوا انه يظهروا صدورهم بشغلهم لهيدا الشيء يعجب رب العمل. شو تعليقك اول شيء؟ الشغلة حلوة كتير والله، بشرفك شو. وخاصة اذا كانت البنت هالوحدة من 7 حلوة. ليك صرنا نحن هلا بعهد انا بعتقد صار عنا الجسد عنده معنى كتير كبير، يعني صرنا كتير نحن اليوم بنركز على هذا الموضوع بكتير، وخاصة بس قد ما نرخصه يا شادي؟ مش انه نرخصه قد ما نركز عليه، نحن بس نركز عليه ما بنكون عم نرخصه، بالعكس بحكي لما المرأة تكشف كتير، يعني المرأة إذا كانت حلوة أنا ما عندي مشكلة، بالعكس بتكون هي عم ترخص حالها ولا أنتم بتكونوا عقول؟ لا بالعكس أنا برأيي إذا مرأة حلوة فيها لحد ما أوكي تكشف اذا كانت حلوه، بس بدنا نشوف الهدف شو هو. ما واضح الهدف شو هو. مثلا انت هلا لابسه بطريقه كثير حلوه. بس بدنا نشوف الهدف. مرات كثير في اشخاص بيحبوا يلبسوا هني اوكي بس مش يعمل مثلا تقول اتراكشن معين، بس مش انه انا بدي اياك يا صاحب العمل. قد ايه في قلب عمل من هالنمط شادي؟ قد ايه نسبتهم؟ كثار نسبتهم قد ايه تقريبا؟ ما في نسبة، بس كتار من أرباب العمل ممكن يتوجهوا لهيدا المنطق. إذا كان مثلا لقي وحدة مزلطة أو لقي وحدة حلوة وشايفة بتطلع فيها أكتر أوكي؟ أسرع كمان. هلأ بتقولي لي مثلا لا لازم يكون الدماغ ولازم يكون الذكاء هو قبل هودي الأشياء، هودي بيجوا بعدين. بعتقد إنه هو منظر الخارجي، أول ما بتشوفي إنسان مر على الطريق أول شيء بتشوفيه واو كيف حلو، بعدين متعرف عليه. حق على النساء اللي بكشفوا ولا حق عليكم ليش عينكم بتقرر مصيرنا؟ لا انتم ما تكشفوا، نحن فينا نغمض عيوننا. شو يلي بيغريك بالمرأة شادي؟ شغلة واحدة اعطيني. ضحكتها. بشار مساء الخير. مساء النور، كيفك ريما؟ منيحة. الخبر بيحكي عن شابين قرروا انه يعملوا نوع من الاعلان لمنتوجات وحطوا اقنعة على وجههم بتمثل هيدي المنتوجات. اذا حب ريشار انه يحط على وجهه شعر معين او يمكن بيت شعر غرامي او شيء موجه لحدا يكتبوا على وجهه، شو بيكون؟ اول شيء انا بحب يكون الوجه يكون للسياسيين الكبار الوزراء، لانه اهم شيء يكون في عندنا ضمان اجتماعي محترم، عندنا عجقة السالة اللي موجودة يوميا عم نعاني منها. بدك تكتب شغلة واحدة على وجهك عجقت هلا وجهك اسم الله يرحمه. بس ما في عندي اشياء مخبية. بدي احكي لي شغلة واحدة يا محر قصتك كثير يا حابب تقول فيها ميرسي. ضمان شيخوخة. بس ضمان شيخوخة. ضمان شيخوخة. طيب إذا بدنا نحكي هلا على الميل اللي أنت كنت فايت عليها، إذا سقطت أقنعة السياسيين اللي هن بيدعوا فيها الحرص على الوطنية، شو بنشوف؟ منشوف كذب كتير كبير فعلا، لانه عشنا فتره نحن وعينا على الحرب وربينا بعدنا بطريقه ما في نظام، بعدنا في اشياء كتير ناقصتنا. وقت نحن بنشوف بلاد الغرب، وقت بنسافر لبرا بنشوف اشياء كتير حلوه موجوده برا ونحن عندنا بعدنا ناقصتنا. شو اكثر شيء ناقص السياسيين عنا؟ يكونوا صادقين، يحبوا شعبهم، ما يكذبوا، يتوجهوا بطريق مزبوط صحيح. يعني اليوم وقت نحن بنشوف خيار شغله منيحه شغله منيحه، بحبوا البرستيج، بحبوا التفشيخ، بحبوا الشكل، بيضحكونا. يا ريت فينا نحطهم كلهم سوا ونعملهم شوربه. يلا اولك تطلع طيبه. اوه بس نسمي شوي. مع شويه مروره. اذا وقع قناع التواضع عن الفنانين بيطلعوا متواضعين عن جد ولا لا؟ اكيد ايه. متواضعين برايك الفنانين؟ لا ابدا. في دائما شكلين، يعني بتلاقي عندك ناس بيكون قدام العالم عم بيكون في عندهم تواضع، بس للاسف بيكون وراء الكواليس اشياء شيء ثاني. تضطر تحط قناع شي مره انت؟ انا قناع منه فيه. قناع منه فيه؟ قناع ايجابي هيدا. هيدا قناع ايجابي. هيدا انا زي ما انا. هلا لعنديك بدي احتار، بلش قلبي يعمل هيك. ماشي يا حبيبتي. لانه ما بدي اقول لك تيتا لطيفه، لانه انا وياك صبايا اليوم لحالنا. ايه برافو عليك. ونحن صغار. ايه. وبدي اقول لك الله يخليكم لبعض. ايه بدي غنجك. خلي لي اياك. شو بدي اقول لك بالحلقه؟ شو بدك تقولي لي؟ لولو؟ يا لطيفة. لولو حلو. لولو. طيب أحلى بلولو. ميرسي حبيبي. لولو السؤال بدي كفي شوي على قصة شادي لناخذ هيك من خبرتك بالحياة. المرأة شو بيجذبها بالرجل أكثر شيء؟ بيجذبها بالرجل طلعي فيني قبل كل شيء قبل كل شيء يكون كريم الرجل. إيه. ويكون هو حاسس بأنوثته.
لانه اذا كان البنت ما عندها انوثه يعني ما في شيء بيجلب ولا رجال بتقدر تجلبه، ما بتنحل ابدا. بقى مشان هيك لازم انه الرجال يكون دائما 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 مع المراه كريم. في خبر كريم اكثر شيء كريم. في خبر هون بيحكي عن الشهره، اقولك شو ابشع شيء، شو ابشع صفه بالمشاهير اذا ما نحكي مزبوط بشكل عام طبعا. اسال شيء واصعب شيء وشيء تافه انه لما الانسان بصير عنده شهره بعمتز وبيطلع بطلوع ما بعود حدا يقدر يوصل له وبصير يشوف حاله. هيدي التواضع لازم يكون في تواضع بكل باي مصلحه باي شغله لازم يكون في تواضع، اذا ما في تواضع ما في استمراريه. عم باخذ ديك من وحي كل خبر استفيد من خبرتك، اذا عندك غرض غالي بتضبيه ولا بتهديه؟ لا اذا عندي مثلا ضبطه انا مخبيته بيجي وقت انه لا بهديه. ليش لشو بدي خبيه؟ لمين تهديه؟ بهدي لأعز شخص عندي أو للإنسان اللي بيكون كتير كتير قريب مني وبيهتم فيي وبيحترمني. الاحترام أهم شيء. حتحيري لأنه كتار بحبك. أطفال الخبر بيحكي عن يا رب تكون من نصيبك الجائزة شي نهار. جائزة اليانصيب الأكبر للولايات المتحدة اللي هي 640 مليون دولار. أول شيء إذا ربحتها بتقول إنك أنت ربحانة ولا بتفضل ما تقول؟ لا بقول. بتقول نعم. وبعدين شو بتعمل؟ ما عاد بياخذ منا مصاري حق الجاكيتات. بعمل بصير يعمل جاكيتات ببلاش. هي بتعدي بالشفية. بعمل خمس مشاريع. خمسة؟ اللي أول ثلاثة. أول شيء بشيل مبلغ منهم لإلي، هي أول مشروع. أي. وثاني مشروع بعمل مدرسة فندقية للناس الأيتام ل 100 شخص داخلة مع ترويقة وغداء وعشاء مجانا يلي ما بيقدروا يتعلموا. برافو. ثالث مشروع بعمل كمان 100 شخص غدا يوميه للكبار بالسن يلي هن ختياريه. تعزمني قبل الكل انت بدي تكوني مشرفه على البرنامج. ما عم بيحكي عشان كبار السن، عم بيحكي لانه ضيفه شرف. فعلا كثير مهمين انه واحد يطعمي ناس مسنين يعني ويهتم فيهم لانه بيكون هذا رضا من عند ربنا. الرابعه والخامسه ما في للي بحالك شيء. بعد هلا بعد خامس وحده بنعطي شوي كل الناس اللي بنعرفهم. وصلنا دور يعني. والجمعيات اللي مزبوط بحاجه، لانه في جمعيات بتدعي انه بحاجه وبتكون مش بحاجه مزبوط. وما بيروحوا للمحل اللي بيكون مناسب. أطوان بعد 640 مليون دولار بتضلك تطبخ؟ بس 640؟ بتضلك تطبخ؟ بطبخ. بتضلك تطبخ؟ بطبخ وبضل بطلع على التي في وبضل حب جمهوري وبضل بعطيهم اشياء طيبه ومحليه مثل ما بيقولوا. ان شاء الله تربح على كل حال. بريكون بعدها بنكون مع اول محور الليله. اذا انت ملك المطبخ هي لازم تكون ملكة شو، واذا اقصر طريق لقلبك هو معدتك اقصر طريق لقلبها هو شو. لانه نيالا اللي جوزها شاف اكيد اول شيء بيساعدها بالشوبينج، اذا كانت ساخنه بيطبخ عنا، اذا في عنا عزيمه ببيت خاصه كمان الشيف بفوت بيعمل شويه هيك حركات بالبيت بتطلع شيء حلو يعني. محتل المطبخ انت كمان بالبيت؟ تقريبا فيك تقولي 50% بس كمان نفس الوقت يعني مش جايبينها سياحه للمدام لو كانت اجنبيه. جايبينها لتشتغل لا تساعدنا شوي يعني. لك اكيد طيب. مرتك اجنبيه؟ اجنبيه نعم. شو اسمها؟ شانتال. من وين شانتال؟ من المرشز ايلاند انديان اوشن. طبخاتك؟ تعرفنا عليها بفرنسا وكبت الشبك وعلقتنا. طبخاتك كيف؟ شطوره مش بطاله. تعلمت منها شيء انت؟ ايه اكيد عندهم قصص كثير هيك بس بالحر والكاري يعني طبعا في عندهم هيك الساينز مثل ما بيقولوا سبيشل تبعهم يعني. امك شو اسمها؟ ايجيت. بين ايجيت وشانتال رح ترجع على البيت اليوم انتبه. اكيد. بيناتهم مين اكلته اطيب؟ لا اكيد لكن الوالده بنوجه لها تحيه كثير كبيره طبعا. الاكل الوالده في بركه يعني دائما بس اكل شو ما اكلت عند الوالده بحس بلذه يعني كنت من زمان اسمع شانتال مبروك الطلاق مبروك الطلاق لا فعلا وقت ما بروح مثلا نكون باوتيل بمطعم بس فوت عند بيت امي حيلا شيء باكل بيت مو مصري غير شكل في بركه فعلا مزبوطة اثر طريق لقلبكم بطنكم مبدئيا لا لانه نحن من طعمه ما عندنا هالسيستم عندكم ما بتزبط بالضبط يعني غير شيء معاكسه بتصير العمليه بتزبط مع الحكمه والمهندسين والسياسيين مزبوط اللي ما بيدخل اللي ما بيعرف بالمطبخ ملكه شو شانتال تربيه الصالحه للاولاد برزا
لا شابو بس قصة بس شو قصة شهريار؟ بدي ارجع لك هلا بعد شوي على قصة شهريار، ايه شو هالمشكل بعد شوي. مطوان شو قصة المرأة؟ يعني إذا أنتو حلينا بس أقصر شيء لقلب المرأة شو هو؟ أول شيء البسمة. ايه وأكيد ضل تشتري لها على طول شيء جديد، بتحب هي المرأة بدمها مثل ما بيقولوا، ايه. قد ما تعطيها مصاري، قد ما تعطيها شيء بتحب تضل تروح تشتري وتجدد وتلبس. أنت عم خصصني بهدية خاصة لإلي، شو آخر هدية اشتريتها؟ لمين؟ لمرتي؟ لمين؟ لا لحظة. لمين؟ شو؟ أنا هي. في كثير من الهدايا. علقت علقت علقت. في كثير من الهدايا. إيه لمرتك كثير هدايا؟ لا مرتي مش انه اخر هديه، بس مرتي عندها سنسال جايب لها بالزمان انا الماس. ايه قلب معها مرتين ورجع لقيه يعني دغري. نزلتها لعند المجوهرات وعم غيرها البلاك كله والديزاين كله. شو الكلمه اللي بتحب تسمعها منك؟ اكيد انه بتقول لها بحبك. بس بغض النظر عن انه انتم حالين قصه المطبخ، هل الرجل فعلا اقصر طريق لقلبه هو معدته؟ اكيد هالقد؟ لقلك لا. رجال رجال بيتعب. أيه. رجال بيتعب وبرجع على البيت من بعد الضغوط اللي بيشوفها بالنهار، ان كان ضغوط نفسيه، ضغوط عمليه، ضغوط اقتصاديه، بيجي بده شيء يريحه مع الرياحه اللي بده اياها، بده ياكل لقمه طيبه. اذا وصل على البيت وما لقى كمان الاكل طيب، يا مالح او حار او مش طيب او ما له نكهه، بده يفش خلقه ساعتها بمين؟ بمرته، مشان ما يفش الخلع. مشان ما يفش الخلع خليها ترضيه بالصحن الاكل. ينفس بكل ارتياح. لولو شو رايك بهالحكي؟ يعني اذا نحن ما بنعرف نطبخ ما بنزبط بقى عرسان. يعني هالرجال شو ما عملتي له لو ضويتي صبيعك العشره ما بيرضوا. ما بيرضوا. 11 شهور. يا مدحت شو مضوي شو علي؟ لولو شو؟ مضبوط هذا الكلام عم بيقولوا عنه؟ لا مش مضبوط. اكيد مش مضبوط. اكيد مش مضبوط. لا شخص عم بيحكي عن نسوان ونقول له مزبوط يعني. ايه تصوري معقولة؟ تصوري ايه والله. اطوان حكي بشغلة انه طب ما هي كمان هلا كل النهار برات البيت وعم تتعب وتشتغل يعني ما فهمت. ايه كمان مهددة كمان فوقك مهددة؟ شفتي بقول لك اذا الاكلة ما خلصها ولا لا؟ هلا بس هلا مدامتك بتشتغل يا شيف اطوان. نعم ساعد بتشتغل وبعدك عم بتنقي عليا كمان؟ عم نقي لا ما تنقي هالكف هالكف انا عم بيجي على سؤال ايه ما تنقي عم بيجي على سؤال المهم انه تضل ايدك وايدها برا وجوا. يلا اتنين مالك شو مرتك شو اسمها انطوان؟ اسمها رانيا. رانيا مالك شو رانيا؟ النعومية اللي فيها. النعومية اللي فيها شفتي مش بطبخة يعني رجع انا بالنسبة لي رجع عريان رجع عريان الشيخ انا بالنسبة لي ما بعرف بياكل طابور رشاد احنا عندنا مشكلة الاكل انت رديب النعومية مش احسن من البلاش يعني اكيد راضيين من قلبي شاديين شادي لا انا اكيد ضد هذا الموضوع انا بعتقد رح انا اقلب الموضوع اللي انه اقصر طريق لقلبك هو معدتك بغض النظر عن اكيد انا بدي اقلب انا بعتقد المره اليوم يلي بترضى انه جوزها يحبها كرمال بس طبخاطها فشغله صعبه كثير يعني. يعني المره ما لازم ترضى انا بعتقد نحن اليوم اذا بنقول طريق المره لقلب الرجال هو معدته بعتقد اللي عم يفكروا بعضهم اللي عم يفكروا بهالطريقه بعدهم تفكيرهم بيكون عتيق شوي اوكي يعني تغيرت هلا المقاييس كلها سوا شو البديل هلا بالجواب انا برايي فينا نختصرها بكلمه وحده وهيدي الكلمه فينا نعممها على كل الشغلات ان كان من ناحيه الرجل وان كان من ناحيه المراه هي القوه قوه الرجل على الامراه وقوه الامراه على الرجل لحظه بس شو معنات القوه كثير ايه شو معنات القوه يمكن القوه بالكرم يعني بقصد انا يكون انسان انا اكرم أوكي. منك القوه بالشخصيه يعني انت اذا كان انت عندك رجال اليوم انا اقوى منك واكرم منك اجمل منك لانه هذا بعتبره انا قوه عند الرجال اهضم منك كمان قوه الهضامه عند شمالي هيك انسب لك تاخذ وحده هي عندها الصفات انتبهي بس لا انتبهي انا ما احكي عنك اذا كان انا عندي هالصفات ايه. اوكي ايه. يعني كل ما الامراه شافت انه في رجال قدامها عنده اشياء اقوى منها هون اللي انا بعتقد بدي تجذبها للرجال كمان الرجال بده يشوف القوه بالمراه بده يشوف انه هي كمان ذكيه اذكى منه بتتذاكى عليه تقنعه باشياء كثيره ملكه شو مرتك؟ ملكه العائله ملكه ملكه رئيتي ملكه قلبي وعلى فكره كمان مرتي انا اجنبيه اها من وين؟ من عكار
لا توصلي على كارليون شي خمس ساعات منيحه هي توصلي على جزر معك ساعه فهلا عم يعملوا لها باسبور قريبا اذا قدرت هلا كل حال مرتك مع كارل محظوظ انت هلا عطرتي طيبين وكرما عن جد هي ملكه هالمحل اوكي قبل ما ارجع كفي البرمه يا ويلي شو بدنا نعمل فيك؟ ليش شو قصة شهريار هيدي؟ قصة شهريار شو قصة هيدي؟ بتعرف سؤال قبل؟ لا تحت الهواء؟ تحت الهواء كان عم يتغزل فيك لا 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 انا سمعته عم يتغزل لا لا قال انه هو بيقول انه ليش ما بنرجع على زمن اللي المرأة بتغسل له اجريه للرجل بس يرجع على موجودة بالهند موجودة بالهند نحن مش عم نروح مطرح بعيد لولو شو بنعمل فيه لريشار؟ يعني مش المعدة يغسل الاجرين يعني ما فيش لزوم يتقدم الانسان خلينا على ما كنا من زمان فقلنا شفتي؟ بس شعور كثير حلو انا صدق هون اذا بجربوها لا مش هنجربها لا ما شو اسمها مرتك؟ هلا بتصل فيها بنشوف كيف بتغسل له اجرين ليه هالشغله ليه هالشغله حلوه؟ بنشوف كبير بتعرفي هود اللكن النحاس القديم اللي كان برافو عليك هيدا بدنا نقعد رشار فيه لولو قلتي شغله انت حلوه كثير نعم قلت انه حكيتي عن ملكة الأنوثة بأول فقرة نعم قد ايه انه حلو المرأة تكون مليئة بالحياة والغمز أهم من انه أكلتها يكونوا طيبين مزبوط هيدي الأكلات هيدا شي براني يعني شو بدنا فيه هي. بس الست لما بتكون لطيفة لما بتكون بنت عائلة لما بتكون إدمية ضروري تكون لطيفة يعني ضروري تكون لطيفة يعني ضروري تكون لطيفة حصري صاري ضروري تكون لطيفة ستكون شادي لا مثلا انه لا 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 هلا عصير شادي شادي لحين عمك بحكي بعد شوي شادي طيب لولو انت شو كان اقرب شيء لقلبك؟ انا اقرب شيء لقلبي ايه شو كان اقرب شيء لقلبي؟ عائلتي شيف انطوان لا قصدي بعلاقتك مع زوجك اه كيف كان يعني يعرف يتعامل معك لانت تحبي كيف كان يقول انه انا بدي اعمل هيك للولو لتكون لولو مبسوطه مزبوط يعمل لي مفاجآت كان ايه ما في احلى من المفاجآت حتى لو بورده ايه وانا بنبسط فيها هالشغله هيدي انه معناتها عم بفكر فيي كان ملك شو هو؟ كان مالك قلبي كان مالك قلبي ملك أخبار كان ملك وين كان حنون يا تيتا كان حنون ايه كان حنون حنية الحمد لله نشكر الله الله يرحمه الأكلة الطيبة بتخلي الرجال بالبيت ريشار هلا أكلة طيبة أكيد هي السر والمعاملة هي السر تخلي الرجال بالبيت طبيعي بطل ياكل برا لا هي السر تجيب الرجال على البيت يعني انت بتتصلي على البيت مثلا شو عاملين أكل تنقول ما بعرف ملفوف بتميلي بتاكلي فلافل مثلا او شغله من هالنوع، اما اذا مثلا رز على الدجاج بتركض على البيت. يلا افضل هيك كيف الموضوع؟ لا اوقات مرات اوقات مرات عم بعطي انا اكزامبل يعني عم بعطي اكزامبل بس انه مرات كثير واحد بيتصل بيت شو عامل اكل؟ اذا ما عجبك بتميل تاكل غير محل يعني. بنرجع للكلمه اللي هي اساسيه انه الاكل كثير مهم بالحياه. معلوم 100% ايه بس ما هو الرئيسي للحياه. منه رئيسي اكيد. ولا للعلاقات. ايه اكيد مش للعلاقات بس مهم. هلا رح نحكي عن اكلاتكم على كل حال حنشوف الشطاره وين ما لنا الشطاره نحن هلا ساعدنا بريك ومن بعدها بنكون مع قل لي ماذا تاكل اقول لك من انت اول حلقه قلت لكم انه بس شوفكم على الشاشه كل حدا بشاشته بصيبني حاله جوع مش عاديه حتى لو كنت اكل كثير فهلا نفسك ايه بتفتح نفسي قلت لي قبل شوي شو بتجوعي لا قلت لي شو نحن بنشهي نحن بنشهي ريما خبرونا كيف بتحضري برامج طبخ بس ما بتعرفي تطبخي بحضر شكرا على الفضيحه بحضر كل برامج الطبخ بس هي عليا تاكل لانه في فن بالطريقه بالنقله بطريقه هيك بتسكبه بطريقه سريعه بتحس نحن معك كنا نحن معك هيك كانه عم يرقص بالمطبخ بس بتعرفي تطبخي برضه بتعرفي تطبخي ايه بعرف اكيد بعرف تسالي شو على كل حال بتعرفي ما حدا بيرقص الا شادي بالمطبخ شادي بصير ينط على اليمين وعلى الشمال ويشيل ويحط ويحط شادي روك اند رول وينزل عن الرف ويطلع على الرف شيف ريشار بكون مثلا عم بفسر على الطبخه مثلا بيقف هيك بقول هلا اثنين بدنا نحط هيدا وبدنا هاد وغني وبدنا نحط هذا انا هذا انا بعدين جبني وين لا ما دوزيوت تاع ما دوزيوت والشيف انطوان بس يسالوا على شو سؤال بقول لهم بتجيبوا لبن بتكسرون على النار اكيد على النار اذا بدنا نحكي عن لولو نعم هلا احيانا بنشوف نحن اكله بنربطها بحدا يعني شو الشيء اللي بذكرنا بلولو بنطلع بس على الطبق بنقول يا الله اشتقت للولو لان بكره بدك تتذكري طبخه لولو ايه
لانه مثلا انا اليوم عامله مدردره وبصل على وجهه. هلا بده اياه مثلا اذا حبيت اياه بس تاكلي اي محل بتقولي ياي ذكرتوني بلولو. في اكل عن جد بتشبهنا لولو؟ يعني بقول هالاكله بتشبهني. بتشبه؟ لا طيبة خفيفة على القلب بتريح. بتعرفي ليش بقولوا بتشبهني؟ لما بقولوا على شي أكلة طيبة وخفيفة ولذيذة ولطيفة بقولوا بتشبهني. خليها تكون شي أكلة هيك بتضخم هيدا ما بقولوا بتشبهني. بقولوا بتشبهني. أي أكلة بتشبهك شادي؟ صرت نص أي أكلة بتشبهني؟ إيه كل شيء في اكل طيب لازم يشبهني او غصبا عنه بده يشبهني. بس الطبق اللي الطبق اللي بيبطوا فيك انك شاطر بهالاكله مثلا او ما حدا بيعملها مثل شادي هالشغله؟ لا ما فينا نفوت بهذا الموضوع لانه ما في. لا ما في لانه لا انه كلنا بنعمل كل شيء وكلنا بنعمل كل شيء طيب وكلنا. بس انا اللي بحب انه بس نعمل الاكله بغرام وبحب وبس انت تكوني بتحبي الاكله تطلع معك طيبه. يعني انت مثلا بس احيانا بيقولوا ولا معزومين عند ولا معزومين عند لولو مثلا لناكل اليوم مدردره. اذا هي بتحب المدردره رح تطلع معها بتعقد. اما اذا كان اكله انت ما بتحبيها بتحسي انه ما فتي فيها مع بالغرام وما فتي فيها بالحب. يعني انا بس انا بعتقد بالاخر انه اي اكله بنحط راسنا فيها ونطلع. شو الاكله اللي بتعشقها؟ بعشق كثير الاكل بس انه كهيك صحن وبالميزه اللبنانيه هي الكبه النيه. كبه النيه صرنا على كل طعميتها مثل ما بيقولوا على كل كموناتها. يعني بدي اسالك كنت ليش المطاعم الشيك ابخل من المطاعم الشعبيه؟ يعني بتجي بتقعد انت على اساس ريستورانت فاين دايننج قصدك اوكي بتفتح الصحن بتلاقي هالقد ديكورات لا هي ليك هيدا ستيل الفاين دايننج الموجود هلا اللي هو كمان ستيل الاوروبي اللي اليوم نحن بدنا ناكل ثلاث اربع وقعات او يعني صحون ورا بعضهم. ايه فبعد بقول لك اول شيء الاونتري بعدين بتروح على البريمير بلا بعدين بتروح على السكوند بعدين بتروح على الدرسير بعدين بتروح على الديجستيف بعدين. فمشان هيك بدنا مجبورين نصغر نحن البورسيون تنقدر نوصل للاخر اوكي. بس هذا مش معناته انه انا اذا بيقدموا لي بورسيون صغيره لازم ياخذوا حقها 40 و50 دولار. هذا موضوع ثاني. يعني حتى انا اذا بناكل بايطاليا بنلاقي انه اول شيء بيقدموا لك تنقول الاونتري او الانتي باستو بعدين بيقدموا لك البريمو بعدين السكوند بيقدموا بشكل صغير حتى واحد يقدر يوصل للاخر. ما بعرف اذا كان ما بعرف اذا كان منيو كومبليت اما ما بعرف اذا كان ريشار انت شو رايك بالبورسيونات الصغار؟ ما بتوفي معه تقريبا 10 11 صنف حلوين كل شيء. يعني يمكن ريما عم تقصد من الاساس انه الصحون في بعض المرات نعم ما عندها السريب مش المنيو كومبليت هي بس بورسيون صغير عم تصير وشوي بالديزاينات. يا جماعه نحن جايين ناكل ما جايين ندوق. هي لا بتطلع جايين نتفرج مزبوط صور حد الصحن ما جايين نصور حد الصحن جايين ندوق. هذا الفاين دايننج هون فاين دايننج ليك ولا فاين دايننج انت تشبهني اتفقنا ديل ديل انا ديل هول اللي مع الزمان كارثه هول لو شفت عمتهم هلا شوف السر تبعهم شو بيغروا سر النكهه كمان ما تشوف هول معمولين بطريقه كثير طيبه اليوم. طيب كنت بدي اسالك ريشار في اصول لما نبعت الصحن عند الجيران؟ في اصول نبعته مرتب اكيد. لا قصدي يعني شو يعني مثلا ما بعرف في اصول انه لازم بحتار قبل اذا الجاط بده يكون صغير كبير مبدئيا يعني هلا في مثل في سيبول سيرجيسكي كونت. يعني اليوم نحن قد ما بعتنا حلو انه يكون واحد فكر بجاره. واذا كان جاره منيح وبيفكر بالكلام فينا لازم نبادره نفس الطريقه. يعني حلو كثير هيك انه دائما يصير في حسب الجار. في جارتنا كمان جارة تحيه لام ايلي جارتنا. جارتنا احلى جاره هذه هي. والجاره يلي بتحكي كثير عن اكلاتها الطيبين قدام جوزي شو بنعمل فيها؟ ناكل من اكلاتها. بيكون قصدها؟ عم بتحركي حسب الرغبه حسب الرغبه ملح حسب الرغبه. لما بقول الواحد بحب اكلات امي ايه اكيد اكلات امه لانه هالام حنيه بقلبها طبعا وعندها خبره قويه موجود بقلبها لولدها ومش موجود بحدا حتى لو كانت مرته شو ما كان مطرح الام حدا مزبوط. مشان هيك اكل الام اطيب وخاصه اذا وما تزعل المراه اذا جوزها قال اكلات ام طيبين. في كثير هلا بتنبزوا. لا في لا بالعكس ما بتزعل في الا اكلاتك مثل اكلات لا اذا اكلات امه طيبين ياكلوا عند امه كل يوم بيريح ترتاحي ما بتزعل ابدا. طبعا بهالموضوع يعني موضوع انا شفتك جايب شيء بيشبهك ايه اكيد كيف حلو يعني حلو تسلمي. قبل شوي حكيت عن المراه اهميه المراه اللي بتعرف تطبخ وملكه المطبخ. لو بتسمع هلا صبايا او كتار يعني ستات بيقولوا انا ما بعرف اعمل شيء يا دوب افتح البراد وسكره يا دوب تزبط معي البطاطا المقليه كيف بيكون انطباعك؟ لا انطباعي كثير منيح. ما في مشكله
وانا اوقات كتير بيقولوا لي انه هالست سالت سؤال بايخ كيف تساوي رز، بقول لهم مظبوط، في ناس كتير ما بتعرف تساوي رز. مظبوط. ليه؟ لانه بالزمان ما كان في علم مثل اليوم، كانت البنت توصل بروفي او بكالوريا وتضل مع امها لتتجوز، اما تحط حدا لتساعدها بالطبخ تتعلم منها. اما اليوم صار في عصر علم وكل البنات بتكون بعصر الجامعه وبتجوزوا من الجامعه منه، مشان هيك ما بتكون مدعوكه، ما بتكون شافت امها. طب ليه اكثر تشافيه المشهورين هن رجال؟ بغض النظر عن النجمه لولو، بيقولوا له نجمه، ليش رجال؟ سؤال لانه مصلحه متعبه. أيه. ما حدا يفكرها هوينه. هلا بدها تشغيل راس، مش معناتها النسوان ما بدهم عندهم راس، لا في راس، بس بدها تشغيل راس، فيها تعب، فيها ارهاق، فيها مسؤوليات. بين جمعه صارت احد، المراه هذه ما فيها، لانه عندها عائلتها بدها تنتبه لاولادها، ما فيها تضحي بالوقت كثير لاصحاب الاوتيلات او المطاعم، بدها تضحي لبيتها ساعتها، مشان هيك ما بتختار هالمهنه الصعبه. وبين بعضهم في شو لولو؟ نفس. نفس. أكيد. هذا الذي يغير كل الطبق. نفس. نفس. هذا النفس قلت لك، هذا النفس بيجي إحساس. من جوا، منه ولا كتير ولا شيء، منه ولا كتير ولا شيء. طلبنا منكم كنا انه كل شخص يجيب القطعه اللي بحبها بالمطبخ، وبهالوقت انا حنقض على شو بتوفر امامي. تفضلوا تفضلوا، بلش فيي ريما بالاكلات يعني، بعدين بلش فيي، بلش بالمالح بعدين بنروح على الحلو. مزبوط. راح نبلش، انا حبلش. هون في عنا الحمص مع المحمره، ايه عنا كمان الفطاير، لكن رح بلش عند لولو وعندك، وبرجع باخذ الحلو عند يلا كلنا مع شادي وانتم كمان. كمان بهالوقت بس بدي اسكب، كنت طلبت من كل واحد فيكم يجيب قطعه غاليه على قلبه بالمنطقه. يلا طلع كلنا سوا، طلع نشوف شو هي. هلا نشوف قطعه مدردره. طلعت مدردره. شادي ما طلعت يعني القطعه اللي انت خاصه فيك. لا مش المدردره، الجاط اللي فيه المدردره. قطعتين ريشار، ما انا هول قطعتين بحبهم. مش هيك شو هن ريموت كنترول هيدي؟ لا هيدي ديجيتال، ميزان ديجيتال. اليوم كثير مهم نفحص الاكل قديش حرارته مثلا. أيه. لانه بتعرفي في كثير تسمم. بدك شعل لك ايه؟ لا والثانيه هيدي السكينه كثير حلوه، بتفتح اويستر للي محار البحر، بتساعدني بكل اعمل مطبخ، اذا في شيء معلق بالبراد، جرور ما عم يفتح، بنفتح اويستر، شيء تنظيفي هيك معلقه، كثير مهمه هالسكينه، بحبها كثير بترفقني. انطوان معه سلاح خطير. فتاك. مش خطير، بس ما فينا نفوت على المطبخ ولا سكين. لولو شو جبتي؟ واحد بروح على الصيد بلا باروده. لولو شو جبتي؟ انا جايبه هيدا الجاط. ايه غالي. هيدا جاط الومنيوم. ايه هيدا عمره 50 سنه. نعمل له اليوبيل. بال 50 سنه على طول بحط فيه او مدردره او مجد او هند بمقلايه. بس. الله يخليكم لبعض، الله يخليكم لبعض. او هند بقلية ما بحط فيهم الا هالشيء. هيدا هند بقلية او مدردرة؟ نعم. اثنين بحبهم كثير. صحتين. شو عاملة بكره؟ بكره الهند. شادي يعني حتى لو الشيف انطوان جاب معه السكين وتيتا لطيفه جابت معه المدردره وجاب هو معه هالميزان وجاب معه كذا، اذا ما معنا كبريت ما راح نقدر نطبخ شيء انا برايي. ايه اوكي؟ ايه. فانا فكرت انه ليش فكرت بالكبريت؟ لانه من الاشياء المهمه، وخاصه مرات كثير بنوجد انه بيكون معنا كل شيء، يعني مرات كثير ممكن يكون معنا كل شيء الا الكبريت ما فينا نولع غاز. اللي هي الاساسيه. نشوف الغاز. شغله كثير مهمه اللي هي كمان نقول النار. النار اكيد ما فيني اجيب معي جرد غاز انا، بس انه يعني جبت الكبريت. طب بانتظار انا هلا ادوق من كل الاكلات واستعمل قطعتي المفضله بالمطبخ. خلينا نطلع بريك وبعدها بنكون مع، اذا ما كنت شيف شو كان ممكن تكون، او بالاحرى اذا ما كنت بالمطبخ وين معقول كان ممكن تكون، وشو هي هوايتك؟ انه توقع علي احكي بعد، عرفت؟ مره طريقه قويه مع الاكلات الطيبين، عن جد كلهم طيبين، عن جد كلهم طيبين. انت يعني مع اربع شفيه شو هاي هو شوف واحد المره مش مخلصه كيف عارف؟ يعني رانيا وشانتال و مرتك شو اسمها؟ هلا صرنا خمس شفيه. مرتك شو اسمها شادي؟ صرنا خمس شفيه، مرتي اسمها ميرنا. ميرنا وشانتال ورانيا ولولو وغار منكم كثير. يلا احكي لي سير صرت شيف مثلنا هلا. بس تعريف يا شحالة كثير هي الشخص يلعب هيك العاب. اهم شغله بتعرفي شو هي بهالجاكيت؟ القلام. القلام، اوعى القلام يطيروا. شو القلام؟ انا بدون زعل حلوه صراحه. بس تعرف شو هي؟ لعريمة لبست مثلها شو هي؟ لا هيك صارت؟ قربها خلي يبين. اول شيء عندك هون من دون زعل، وعندك هون اللوجو تبع الشيف شادي، وشايفه كل الالوان موجوده فيها. لحظه لحظه، اللوجو تبع الشيف شادي دعايه الك يعني طلعت. اكيد. وعندك كل الالوان موجودين فبتلبقي. مبروك مبروك. بس بدي اقول لك كنت شادي شغله عن جد، قد ايه هين انطوان انه الشخص يعني يلعب العاب هيك احيانا، قد ايه صعبه
يجيبها الاتقان يجيبها مش مين ما كان يعني يجيبها يعني مش مين ما كان بيقدر مضبوط مسؤولية صعبة خبرني نحن هلا محظوظين انه انت شيف بس لو ما كنت شيف شو كنت بدك تكون؟ بحب الطيران كنت يارجي بحب الطيران ولماذا لم يحصل ذلك؟ ما كان عندي هدفين يعني كنت اتعلم حلو افتح محل يعني كان هدفي اتعلم افتح محل حلويات او كون تيارجي حققت واحكي منهم واهم شيء انه حققتها وكنت فخور فيها طب شو الفكره هلا اللي مصحح لك الطياره من الدنيا اذا بنطير شيء لما نزعلك انه اهم شيء نطير يصير في كهرباء بلبنان ايه 24 طير اللي عم يمنعه انه يكون في كهرباء بالبيت كلياتهم كله يعني كلهم يطيروا شو المشكله ايه. لانه مش معقول بلد صرنا 20 سنه خلص الحرب بدك تقولي واخر بلد بافريقيا في كهرباء ونحن لبنان بلد العلم والنور ما في كهرباء في حدا كان سائلك قبل تحت الهواء على قصه اكلات 8 و14 مظبوط انا بين 8 و14 برضي 8 برضي 14 ليش كمان هيدي فيها فرق؟ اكيد شو فيها فرق؟ لا هي حسب الموسم حسب الموسم حسب الموسم نمشي اي لا بالنسبة للأكل ما في فرق نايتهم مجوعيننا ما في فرق نايتهم مجوعيننا يعني بيتحدوا بالأكل 8 و14 بيتحدوا بالأكل بيتحدوا بالأكل إيه بس نايتهم مجوعيننا ما هيك شو بدنا نعمل؟ أنطوان إذا بتتكل على صراحتك شو اللي طاير من عقلاتنا نحن اللبنانيين؟ ليش مخلين لها عقل؟ منيح اللبناني بعد في عقل خارج المطبخ وين بتكون؟ يعني هوايتك شو هي؟ هوايتي بحب كثير القراية المطالعة ايه ما بعرف نام اذا ما قريت الجريدة تفصيليا ما بعرف نام يعني بحب السياسة يعني تقرا جريدة ولا بحب السياسي بس رؤوس الاقلام يعني باخذ ودغري بحلل الامور يعني بس بحب على طول ضلني شو طلع معك تحليل هلا؟ يا اخي تحليل طازة الوضع لقدام شوي صعب دائما هيدي دائما بتزبط على كل الاوقات ريشار خليني اروح لعندك شو يعني تثابت انه نفس الافكار انا شايف عطوان انا كنت حابب كمان كنت طيارجي واكيد الطيران شغله كثير حلوه لانه الانسان بحس هيك بحريه وقت بيكون طاير بالجو ما في شيء قدامه بوقفه هيك طب وكيف رجعت رحت على المطبخ؟ المطبخ اكيد بحب اطبخ من انا صغير وفكره كان عمري 8 سنين وقت طرحت الفكره على والدتي انه لازم اكون شيف قلت لها لا لازم اكون دكتور مهندس حكيم لا دكتور الاكل وخاصه اخوي محامي يعني لازم يكون عنده محامي ومهندس بالبيت يعني فشاء القدر انه يكون دراستنا نصيبنا الاوفر بالمدرسه الفندقيه وكان استاذنا شيف انطوان يعني كنا بس القراب الاعمار كانت قريبه كان نبلش بكير كان شيف انطوان استاذ هلا هون ايه طبعا كان يعذب؟ لا ما في منه رشاد من زمان عنده روح الخفية كان بعدك كنت عم تقول كنت وقفه بالزاوية كل يوم عم يحرك الشارع شو يلي بيطير لك عقلك؟ بيطير لي بحب كثير اللياقة التهذيب الجنس اللطيف اذا كان حلو ايه ومن الاول قول هيك مش ثالث وحده عم هذا الشيء اخر وحده كنت تعمل لك رد كثير حلوه يلا بدي اقول لك انت يا طير الحب الشادي خبرني لوينك غادي ان كانك غادي على ريما لا تتقل دم زياده الله حلو حبيبتي بدنا غنيه للولو بدنا غنيه للولو ايه ليش لا يلا بالانجلش او بالفرنسي او بالعربي اللي بدك اياه It's now or never come hold me tight اقف عند kiss me my darling be mine tonight tomorrow will be too late it's now or never my love won't wait Allah. it's now or never my love won't wait عم بهددك يا لولو انا وعدت لك هلا هلا بس وجعني قلبي عم بذكرني بهديك الايام ايوه شو حلو بنبقى لك كل الايام انت كل الاوقات بنبقى لك ميرسي يا كل الاوقات طولنا عمرك شادي مواهبك شو هي خارج المطبخ؟ انا خارج المطبخ انا بحب كثير الموتور من انا وصغير وانا يعني موتور. الهارلي شغله كبيره لانه انا دائما موتور انا الازهر وانا كذا لا لا عم بحكي على الهارليات انا اصلا جيت على الموتور من ايطاليا معي كلبين على الموتور هيدا عم بحكي انا سنه 2001 جيت من ايطاليا من ايطاليا على لبنان على موتويتي مغامر انت يعني ف غير مغامر كانت يمكن هيك شوي صغيره قله عقل يومتها مجنون يعني لانه مجنون لانه ما كانت لازم تصير وبعدين صارت مرتي مجنونه معي صارت تركب هي وراي وكلب قاعد على الريزرفوار قدام وكلبي فايته هون فانا من العالم اللي كثير بحب الحيوانات
وكثير بحب المغامرات، وعندي كمان سبورت ثاني بعمله دائما هو السنو بورد على الثلج، كمان شوي خطر. بقولوا انه يعني حتى لو ما حضرناك صوتك لحاله بيرقص، يعني اذا الصوت لحاله ماشي بتكون عم ترقص بيرقص صوتك. ما انا 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 بلحن له بس يغني. لا في انرجي، يعني في انرجي، في الاخوات مبين. ليكي الشغله وين؟ الشغله انه انا كاركتيري هيك، يعني انا بتشوفني على التلفزيون كيف برا التلفزيون شوي رسمي هيك، بس اليوم عاقل اليوم. فانا هيك بحياتي، انا هيك بحكي، ويمكن نحن بس نكون نحن على التلفزيون العالم ليش بيحبوك؟ لانك انت بتحكي بطريقتك مثل ما انت بالبيت، مثل ما انت مع اولادك مع عائلتك. ما اثر بالكشري قبل شوي كان حكي عن الكشري. بدي اروح على شو كان ممكن تكون، مش شو كان ممكن كون، شو بلشت اعمل قبل ما اعمل شيء. بلشت فعليا. نعم بلشت فعليا. انا سافرت من لبنان، كان عمري صغير ب 16 سنه او 17، رحت اعمل هندسه الكتروميكانيك، هندسه بتخص كل شيء في ميكانيك وبالكهرباء الميكانيك بترياستي بايطاليا، وعملت اول سنه. وبعد ما خلصت الموضوع كان وما كفيت، الموضوع كان مالي، ويومتها ما كان براسي ابدا اني اعمل شيف، بس طلعت انه في مدرسه اسمها الايرفوب بمنطقه فينيسيا جوليا بتعلمنا وبتنيمنا ببلاش. فانا كان همي اني نام، همي كان اني نام، لانه كانت مدرسه داخليه. فكنت روح انا نهار الاثنين الصبح نام فيها، اوكي، اثنين ثلاثة أربعة خميس جمعة، والجمعة اترجى الاستاذ تيبعتني على اوتيل اشتغل فيه جمعة سبت احد تينيموني عندهم. يعني كان المشكلة انه كنت مسافر لوحدي، المصاري قليلة، فأنا قلت هيدي المدرسة الوحيدة، وبعدين حبيت المصلحة وكفيت. إيه بس قصتك فيلم عربي طويل. بعد ما كفيتها، بعد ما كفيتها طويل. هيدا هو، هيدي البداية كانت هيك. بس هلا إذا بتسأليني اليوم شو بعمل إذا ما بدي أعمل شيف، لا برجع بعمل شيف أكيد، يعني برجع بتعمل شيف أكيد. لولو، نعم، شو كان بدك تكوني؟ أنا؟ إيه كنت حابة أعمل محاماة. إيه ولم يحصل ذلك، بس ما زبطت. ما زبطت معنا، لأنه بهديك الأيام حبيبتي كان البنت قال مش لازم تتعلم. بس بعد عندك وقت تتلطيفي شوي. نعم بعد فيكي، يلا فيكي. هلا هي أصلا بتحامي عن أشياء كثير. وأنا بتعرف ليش كنت تحب اعمل محامي؟ بدافع عن المظلومين. بدافع عن المظلومين. مين المظلومين لولو؟ وتكون اني دافع بضمير. مين براسك يعني حدا معين؟ اذا بدنا نحكي انه في شريحه مظلومه برايك انت. في شريحه كبيره، في ناس كثير مظلومين. في ناس كثير يعني بينحكموا بالظلم. طيب خلينا نشوف تيتا لطيفه على الكاميرا بجملتين عم بتدافع عن شو؟ يعني لازم يكون فيكم ضمير انتم المحاميين، لما الانسان بده يروح لعندكم على استشاره صغيره دغري بتحملوا القلم والورقه وتبلشوا تأيدوا قديش بدكم تقبضوا. حرام عليكم. يا ولد اكلوا عيطه. اكلوا عيطه، حرام عليهم. اكلوا عيطه. قال بتشوف الاخبار؟ بتحب الاخبار؟ انا هوايتي الاخبار. اي احسن محطه بالاخبار؟ كل المحطات انا بحضرها. كلهم؟ كل الاخبار بحضرها. ما بتخلي حدا يعتب علي. بتخلي حدا يعتب علي، بضل نقل من هون لهون لهون لهون، لأن بحب كثير طالع بالجرايد وبحب كثير الاخبار، بدي اشوف شو عم بصير. بس في شغله صغيره يا انا بحب اطلبها من الدوله، يعني شو هي؟ انه يمنعوها، يمنعوا المقابلات السياسيه. تزبط قولي؟ هيدي المقابلات السياسية هيدي أكبر ضربة على البشرية طلعت. شو بحطوا محلها؟ يقعدوا يتخانقوا، يقعدوا ولك يقعدوا يعملوا شيء منيح للبلد. بس لولو كيف لازم يتقاصصوا هول السياسيين اللي عم بتخانقوا على الهواء هيك قدامنا؟ يعني هودي لازم أنا بساعتها بطفي التلفزيون. أنا ما بقعد أحب إني أحضرهم. عرفنا هوايتك السياسيه قويه. ايه اقوى من هوايتك المطبخيه. ايه يعني كثير بحب هالشيء هيدا، بس هالشيء اللي عم بصير عندنا بالبلد هيدا عيب علينا. مزبوط، عيب علينا. العالم برا لما بتتفرج علينا بقولوا هيدا بلد مثقف، هيدا بلد طالع منه روس، كل الروس، كل شبيبتنا يلي عندها روس صارت برا. حكيتي شغله اول الحلقه، قلت اذا شخص حد او زعلان او هو هيك مسموم ما بيطلع معه اكل طيب، او لك حتى ما بينجحوا انه يعملوا ولا اكله لو علمتيهم اياها 1000 مره. لا اكله ولا غير اكله، كل شيء بينعمل بسم وبقهر ما بيطلع مظبوط. بدي هلا تصويتكم لنشوف مين الشخص اللي انتخبتوه من بعدكم على الطاوله، بليز صوتوا. حطوا ايش تحت الاسم اللي انتم بدكم اياه. اوكي. وبرجع بسالكم عنه.
تفضلوا. بدأ الفرز. خلص التصوير. ثانك يو تيتا. بلشت بلشت برجع بقول لك تيتا عم بتاخد. ثانك يو لولو يا حبيبه قلبي. لولو خذ النتيجة طالما انت قلتي حالها وقت الفرز. معطي الورقة لا؟ لا بتقولوا لا انتم مين نقيتوا. اوكي انا لقيت شاب انطوان. انا نقيت تيتا لطيفي. انت مين نقيت؟ كلهم؟ ما فينا لولو. انا نقيتهم كلهم. ما فينا. طول موند اغاني. طول موند اغاني كثير حلوة. طول موند اغاني نحن اون اغاني فوتر بريزونس كلكم. بس نقيت شخص واحد. انا شيف شادي. نقيت مين؟ شيف شادي. لانه لكن عندنا انطوان. بعد في عندنا تيتا لطيف، ما بدك تنقي واحد تيتا. مين بدي نقي؟ بدي نقي رشار انا. صار في تعادل. صار في تعادل، اوكي. صار في تعادل. هيدي صارت مظبوطة. تيتا نقت رشار كمان، عندنا التعادل اللي أحيانا بيصير ببعض الحلقات. كل شخص بيختار الشخص الآخر، فبالحالة بيكون الترجيح للحظ. بنحط الكروتة على الطاولة وبنسحب بطاقة. بس بما انه معنا النجمة لولو اليوم حاعطيها البطاقة تتأكد منهم تخلطهم وتسحب بطاقة. اوكي؟ اوكي. كل ما تتأكدي انه كل حدا عنده اكس تحت اسمه خلطيون. شانس يا نصيب. خلطيون واختاري لنا مين البطل اللي ربح اليوم. مين؟ تيتا لطيفي. تيتا لطيفي. تصويتي هو الصحيح. مع انه خلطت مظبوط. ايه ما عندنا شك ابدا. نحن كلنا عندنا ثقة فيكي. ما في تزعبوا. كلنا عندنا ثقة فيكي. ميرسي خليني اياكم حبيباتي. لولو بعرفك بتزكسكي الرجال شوي وتزكسكي احيانا الستات، فحطيت سؤال ما له علاقة بالمطبخ لنستفيد من خبرتك بهالموضوع. لولو بدون زعل وخارج اطار الاكل، شو بيقولوا عنا رجال ونحن شو بنقول عنهم؟ يعني بيناتنا لما بكونوا الستات قاعدين مع بعضهم بعلقوا على رجالهم كل وحدة بشكل مختلف مختلف. ولما الرجال بكونوا قاعدين مع بعضهم الشيء ذاته بقى، لذلك يعني صرنا متساويين مثل بعضنا. بس لا. لولو انا بدي هلا لولو شريرة لنقول كلام شرير. اوكي؟ نقول كلام يطلع كيف يطلع كلهم. نقول كلام شرير عن جد انه هن بيقولوا عنا من نق ومن لت ومن لج وبنحكي وسرسرات حكي ثقيل، ونحن شو بنقول عنهم؟ قولي لي شو بيقولوا عنا الكلام القاسي وشو بنقول عنهم نحن الكلام القاسي؟ انت ليش شد ظهرك فيها؟ بدي اعرف ليش. بدي اعرف عميله قويه. بيحكوا عن الستات هيك ما هي؟ نحن كمان بنحكي عن الرجال. من كثر يقول اف تحتينه اخلاقه بشعه، ليك هم بضل يعيط بضل يصرخ وبخيل وما بعرف. ولا انت هيك بيحكوا عن الرجال؟ يعني نحن عم نحط لهم الرزق كمان. ايه بدون زعل. لمين بدك تقولي؟ بدون زعل بس لا هي بدون زعل بس لازم يزعلوا، لانه في نسوان بحطوا السجاد على البلكونات وبصير يخبطوا على جيرانهم لتحت. هيدا شو يعني؟ هذا ما في زعل؟ هيدا بده يصير في زعل. لكن بدون زعل على السجاد اللي على البلكون؟ ايه بصير عندي حساسيه على الغبره. هاي الجاره عندي كانتها عم ضل تحط السجاد فوقك. ان شاء الله تكون فاهمك هلا. بدون زعل مشاهدينا كل نهار ثلاثة بنفس الوقت، من هلا وقت تذكروا انه اكبر مشكل ممكن ينحل بدون زعل. بدون زعل.